مشاهدين قناة بينونة نرحب فيكم في اليوم الأخير لتغطيتنا لموسم طنطان في نسخته الـ15، متواجدين حاليا في الجناح الإماراتي لنتعرف أكثر على الأنشطة والفعاليات المصاحبة لهذا الجناح واللي تقوم برعايتها لجنة إدارة مهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، واللي تعكس ثقافة وشعب دولة الإمارات. خلونا نتابع مع بعض. هذا جناح الإمارات القسم البحري، نعرض تراثنا القديم والحديث في البحر. القديم انتهى، إذا ما نيب عرضه ما حد يعرف عنه شيء. هذه الأشياء نسميه كرب، هذا يطلع من 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 النخل. هل الصيد يستخدمون عوامات مثل هذه؟ أنا ما كانت في عوامات، يستخدمون عوامات حق الألياخ أو شباك الصيد. لما كان في دور هذا للبحر كان غواص الذي يغطس على اللولو، يغطس المحار ويجيب المحار واللولو. في أواخر موسم اللولو الصناعي وطلعت البترول في الخليج بدأ الغوص يقل، ناس اتجهت إلى حرفة ثانية، حرفة القرقور. هذه السلة من السلك، هذه السلة السر فيها هني في الباب، هذا الباب هني السر. إذا هذا الباب ما بياي يعني جالس 100% الأسماك ما تدخل. مهنتي أشتغل على الصدف، تقطيع الصدف واعمل مراود حق الشحال، وهذه الشغله، وعندي الاصداف هذه اللي موجوده واشتغل على المرود، وهذه الطريقه، واخر شيء يطلع لي بالطريقه هذه حق الشحال. اذا هذه العين متضرره استخدمها بهذه الطريقه، وهذه صاحيه استخدم بهذا، وهذا المحار أطرقة المحار، وهذا المحار الصغير اللي فيه اللولو. بالنسبة لطنطان نفس اللي موجود عندنا موجود عندهم، ما عدا يمكن القرقور هذا مش موجود عندهم. الشباك موجودة في طنطان، والمعايير نفس الشيء، الممنوع عندنا ممنوع عندهم، وهم هنا بحر عندهم محيط. تفاجأت بالمهرجان، وكان مهرجان يعني أكثر من روعة، يعجز اللسان عن الوصف. وفرحت كثير لما شفت الإعلام الإماراتي وإخواني الإماراتيين المشاركين. طبعاً
مجال عملي هو مجال صناعة القوارب من الفايبر جلاس، الألياف الزجاجية. جيت المغرب لأن الحمد لله شيوخنا الله يطول بعمارهم والحكومة المغربية يعني متعاونين في جميع المجالات وفاتحين باب الاستثمار متبادل بين الإمارات والمغرب، والحكومة المغربية مقدمة تسهيلات بعد طيبة جزاهم الله خير. المصنع نحن لازم نواكب الطريقة اللي هم شغالين فيها من ناحية صناعة القوارب كأحجام، طبعا عندهم سفن صيد السردين وعندهم سفن صيد الجر، وعندهم القوارب الصغيرة احنا نسميها طرادات وهم يسمونها فلوكا، وحنا نبغى نشاركهم مثل ما تقول في الصناعة هذه عشان نطور الصناعة. المحامل هذه الفايبر جلاس يوفر على صاحب المحمل من ناحية حجم المحرك، من ناحية الصيانة، وإن شاء الله احنا بادين ومتأملين خير. طموحاتي طبعا اني انا السوق المغربي اولا ومن ثم السوق الافريقي، فاحنا جينا قربنا عليهم المسافة وسوينا المصنع هذا عشان يخدم الجميع يعني ان شاء الله تعالى. تواصلت بمضمار الشيخ زايد سباقات الهجن التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ضمن فعاليات الموسم للسنة الثالثة على التوالي. ملاك إبل من سكان الأقاليم الجنوبية خاضوا غمار التنافس على الأشواط السبعة المتبقية من السباق وسط أجواء من الحماس والتحدي. أعزائنا المشاهدين، هذا اللحظات الاستعدادات النهائية وأعطي انطلاقة السباق. الله الله الله، انطلاقة جميلة. دائما سباق ولا أروع في صباح ولا أروع وميدان ولا أروع في دن، دائما السباق وكل المتسابقين كياخذوا الأماكن الذي لهم، كل متسابق يأخذ الأماكن اللي كيسمح ليه باش يركض بطريقة سليمة. ودائما الآن بدأت الكوكبة تتحلل وبدك ياخذ البادره المتسابق بشار سكيحل. الله 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 الله، كما قلت اصحاب التقنيه اصحاب اللياقه ابداوا كيبانوا وبذلك كيلتحق بالكوكبه، كل من الحسين جف من مدينه طنطان والمتسابق ابراهيم بابا من طنطان. نعود الى اجواء السباق، ثواني ابطال قليله. ويقول مولود محمد مولود بابا من طرفايا هو الفائز بالسباق. انطلق هذه اللحظة السباق. الله، جميل جميل جدا، تقنية وسرعة، سرعة انطلاقة. هذا الشوط عرف واحد انطلاقة واحد سرعة قوية، ومازال الكوكبة مجتمعة. من يا ترى سيكون سيدة هذا الشوط؟ لكن هناك متسابق يسير، منصور هلاب اللي مازال يلح ويحاول، لكنه متبوعا بإبراهيم سكان من قلميم. أجواء ساحرة، أجواء مميزة، أجواء الصحراء المغربية، الطقس البديع. الله عليك يا بابا، ذو تقنية عالية، تقنيته في السباق. إذن دائما سباق جيد، سباق رائع، شوط مميز. الشوط الرابع عشر يقول أنا لطرفايا، أنا لجوهرتي الصحراء. إنه يدخل في هذا اللحظة ويلتز خط الوصول. محمد بابا أولا. انطلق هذا اللحظات ومشارك فيه الحافظ الوعبان محمد سالم شهاب، مبارك البنباري بالخير بوسته، حمزة هلاب، إبراهيم بها، أحمد فتوه، محمد أصفاتي. آه
أكيد بأن هناك مجموعة من المتسابقين عندهم خبرة عندهم تقنية في هذا السباق وفي هذا الشوط، والسباق قد يعرف مجموعة من المفاجآت، لكن أيضا متسابق بطريقة طريقة الكبار المتسابقين الكبار يسير، إنه عبد الرحمن سكيحل من العيون. فهذا اللحظات السرعة النهائية بدأت تظهر، والمتسابق محمد أصفاطي والمتسابق الوالي بنك، الوالي بنك بدأ يوسع الفارق. يا سلام على الأجواء، يا سلام على الاحتفالية. إذن الوالي بنك يحسم السباق، الوالي بنك أولا، الوالي بنك أولا، ثم محمد أصفاطي ثانيا. اللحظات في هذا اللحظات تعطي انطلاقة السباق واحد سرعة خارقة. هذا الشوط أكيد أنه أيضا بدوره قد يعرف ندية، يعرف تنافس، يعرف تشويق، أيضا المحفزين والمشجعين حاضرين وبقوة. محمد الوعبان من طنطان، محمد الوعبان ينسل ويحاول أن يوسع الفارق بينه وبين المطارد المباشر. مش ممكن يا عبد الله يا بوغرين، ايه التقنية الجميلة، ايه الروعة، ايه الجمال في السباق بتكتيك بتقنية عالية. يتفوق ينفرد بالصدارة عن المتسابق محمد الوعبان. يلا الله 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 الله, الله. نعيش أجواء جميلة. أينك يا خط الوصول؟ من نعم إنه عبد الله بوغرين اولا، عبد الله بوغرين اولا، والبرديجي ثانيا. الانطلاقة الله الله الله، انطلاقة قوية. وفي البداية كينسل الحافظ الوعبان طريقة جميلة 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 جدا، كينسل عن بقية المتسابقين منذ خط الانطلاقة، لكن هناك إلحاح، وهناك أيضا تصميم، وأيضا بقية المتسابقين فهم عازمون. من سيفوز؟ أكيد صعب التكهن. وبقية الكوكبة اللي ما كتبعت على بقية المتسابقين في المقدمة إلا بأمطار قليلة. سباق جميل جميل، ولا أجمل، ولكن بالخير. والحافظ الوعبان صعب. الله يلا بالخير أبي الحافظ الوعبان، الحافظ أبي الخير. والحافظ الوعبان أولا، حافظ الوعبان يفوز بالمرتبة الأولى. بركة الله، انطلاقة السباق في خط مستقيم والكوكبة مجتمعة. شوط ولا أروع، شوط ولا أجمل، ميدان ولا أجمل، ميدان الشيخ زايد. إذن سباق سيكون شيقا، سيكون رائعا، سيكون متميزا. إذن دائما الصراع بين طه سلامو والحافظ الوعبان أكيد جميل. وبسرعة هذا السباق، وبهذه السرعة، وبالتقنية، وبالامتياز، وبالتشويق، وبالفرحة، وبالاعتزاز بهذا السباق، من سيفوز؟ أكيد محمد بابا من طرفايا. محمد بابا الله عليك يا محمد يا بابا. سار والله سباق ولا أروع، سباق حلو جميل رائع. إذا محمد طه، محمد بابا أولا وسلام ثانيا. أعزائي المشاهدين، نعود إلى هذا الشوط الموالي، الشوط 18 في أداء الفحول. إذن هذا هو السباق، هذا هو حفظ الوعبان، ها هو حفظ الوعبان. لكن كما قلت، هناك من يعلم تقنية ودراسة خاصة للسباقات ليلتحق. إنه صاحب الاختصاص أحمد الراضي من طنطان. الروعة، الجمال، الحلو، حلو والله حلو هذا
المنافسة، حلو هذا المنافسة، حلو هذا السباق، رايع هذا الشوط، جميل جميل. الله الله، السرعة النهائية بدأت، السرعة النهائية ابتدت. يلا يا حافظ، يلا يا حافظ، يلا يا راضي الراضي دلوقت، الراضي يتفوق شيئا فشيئا. آه الله 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 عليك يا وعبان. الحافظ الوعبان أولا، الحافظ الوعبان أولا. احنا اليوم فرحانين بهذا النشاط اللي تشرف عليه دولة الامارات، رانا نشكروها من هذا الميدان اللي هو ميدان الشيخ زايد، الشيخ زايد النهيان طيب الله تراه. احنا هذا الفوز نثمنوه ونشكروا دولة الامارات المتحدة على هذا، على هذا الميدان اللي احنا نمارسوا فيه هذا النشاط. اليوم عارضين مسابقة حول الطبخ الصحراوي، مجموعة من الأكلات الصحراوية مثلا مارو والحوت، يعني الأرز والحوت، وأيضا مارو والحمل بن. وهذا الطبخ الرائع الصحراوي الجميل اللي أنا ما حسيته غريب علي، لأنه هذا الطبخ اللي أنا أكلت منه وتربيت عليه. إحنا نرحبوا بدولة موريتانيا الشقيقة اللي إحنا هما جنوب المغرب، نتقاسم نفس العادات نفس التقاليد نفس أي شيء، إحنا هما عاداتنا وتقاليدنا واحدا. الشكوى يعني الحليب يعود رايب، نروبوه نحلبوه بعد هي الأولى، ونروبوه ونكبوه في الشكوى ونمخضوه، يعود البن منين مخضوه يعود البن، نفضوا الزبدة المزروها واللبن نعطوه للرجل يشربوا. تقديراً لجهودهم وحرصهم الشديد على تجسيد عروض فن عريق في عالم الفروسية بالمغرب والتي تسمى التبوريدة. سنوات من عمر موسم أموغار خصص الوفد الإماراتي جوائز نقدية لعدد من الخيالة المغاربة. 50,000 درهم. اليوم شاركنا في هذا الموسم ديال طنطان اللي هو الدورة ديال 15، ونضموا فيه هذه الجائزة اللي هي تحتوي على 50,000 درهم، وكنشكرهم بزاف، وحنا هي اللي احتلنا المركز الاول. وكذلك اشكر الدوله الاماراتيه اللي هي اللي دائما كتكون في هذه السنه وكتعطي القيمه لهذا الموسم ديال طنطان.
كنشكر هاد الناس على هاد المجهودات اللي داروا معنا هاد العام، اول مره كيديروها. بدينا الحمد لله حنا كنشاركوا في هاد المهرجان ديال طنطان، ونتمنى التوفيق للجميع والسلامه لجميع الفرسان. مؤسسة أموغار المغربية التي تشرف على إقامة الموسم اختارت هذه السنة تكريم عدد من الشخصيات المغربية والتي بصمت بعطائها محطات هامة من تاريخ منطقة طنطان. اعتمدنا على البحث عن وثائق اللي هما تاريخية حية رغم عندنا في المعرض اللي درنا في الرواق ديالنا، واعتمدنا على شهادات حية من الناس اللي مازالوا حية الله يطول عمرهم، على اساس باننا نحيو هذا الجانب اللي كان غيندثر. من هالطنطان الاولين، طنطان نعرفهم عنده الاسترول الاستغلال، وهي التقريه يقولوا تقريه، ما هي تقريه قالها، قالت شفتي تقريه مهلها من الحرب الثاني من جاي هنا تيا. قبائل اللي تبع مران من الناس الأوائل اللي كانوا من الرحل في الصحراء من الثلاثينات والربعينات بزاف. أنا هذا كيجعلني أني نفتخر بالوليد ديالي أولا، نفتخر بالإنجازات ديالو هنايا. الخضير أول معلم علم الأجيال بطنطان. اليوم كرمت من طرف مؤسسة أموغار، وكان ذا كان ثاني تكريم لي في مؤسسة أموغار. أنا جد سعيدة وفرحانة قبالة بهذا التكريم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ونصل معكم إلى نهاية رحلتنا لنقل هذا الموسم أموغار في نسخته 15. ذكرتنا هذه اللحظات اللي عشناها بأجمل التراث العربي الأصيل، على أمل إن شاء الله يجدد لقائنا في مواسم أخرى. في أمان الله.